السلام عليكم. ده الصالة الرابعة اللي هو عند الشباب، وده الأخ الأخ اسمه أهلا وسهلا اتفضلوا. الأخ أنت اسمك إيه؟ معاذ. النهارده معاذ. أنت اسمك معاذ؟ عيد مبارك. 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 This is my fourth prayer. أربع صلاة. إن شاء الله. يلا يلا يلا. عيد مبارك. عيد مبارك. تضحك؟ يا الله. بسم الله ما شاء الله، يعني الصلوات كثيرة اليوم. Prayers are many today. عيد مبارك. عيد مبارك. بالسوداني بالسوداني. نعم بالسوداني. نعم. بالسوداني بالسوداني. كل عام وأنتم بخير وربي حق الأمانة. آمين آمين. عيد مبارك. 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 بسم الله بسم الله ما شاء الله. Where are you from? Senegal? Gambia? Ah, بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. عيد مبارك. عيد مبارك. يا حمادة. يا حمادة. يا حمادة. أنا لسه واصل. ها؟ الحمد لله. انت خسيت. لا ما خسيتش ولا حاجة، ده بس خشيت. خشيت بس. عيد مبارك يلا. عيد مبارك. عيد مبارك. ده هيروح السجن ده على طول. على طول ده اللي بيتصور بيروح. اه. اهلا اهلا نونا. ازيك مكلاني؟ عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك يا قمر. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. This my fourth meeting. عيد مبارك. رايحين البيت؟ ها؟ رايحين فين؟ عليكم السلام. عليكم السلام. لا لا ما بسلم على الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عيد مبارك. يا مرحبا. الله يبارك. الله يحفظك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عليكم جميعا. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ دكتور بنا مش هيك؟ نعم نعم نعم. الحمد لله. عليكم السلام. اسمح لي أشكرك. عليكم السلام. كل عام وأنت بخير. وأنا أحضنك أنا كمان. الله يسعدك يا رب، بدنا نتشرف. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. جزاكم الله خير. متأثر فيك ومتأثر في يعني ما شاء الله إنجازاتك. استغفر الله العظيم. العمل التطوعي. كله من عند ربنا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. انتم بخير. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. من يوم لسه بتفرج مع عمي. اه عليكم السلام. عليكم السلام. بتفرج مع عمي على عمي حرايب الدكتور احمد المومدي. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. ها؟ كنت من يومين لسه بتفرج على اليوتيوب وبفرج عمي عن الاسلاميك ريليف. اوه. عن سيرتك. فصير عطرة وبقول له سبحان الله اللي بيعمل لله ما بيستنى مقابل او شهرة او هيك، فبقول له اطلع كيف الانسان واضح انه مش يعني ترك الاسلام كريف، اسس شيء كبير، اسس كيان وتركه بعدين لغيره، سلمه للبعده فضل سبحانه وتعالى. انا بطلب الاجر من الله مش انا لوحدي. الحمد لله ما شاء الله كثير من الشباب ما شاء الله عليك. كلهم كثير شباب يعني كثير. العادي في الوطن العربي احيانا الواحد بياسس حاجه بيفضل هو لا 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 عنكبوت. اهلا اهلا. الله يبارك فيك يكتب لك الخير يا رب. منورين والله. انا تشرفت فيك. عيد مبارك. عيد مبارك. ساكن قريب دكتور؟ انا ساكن في بريستل رود. ما شاء الله ان شاء الله. يلا اهلا عبد الرحمن. عيد مبارك. عيد مبارك يا دكتور. مبارك ايه حازم؟ عيد مبارك. قول عيد مبارك. انت انا عندي شعر زي شعرك. اهلا اهلا. الامام بنعرف. الحمد لله. كيف سفرك؟ رايحين فين؟ عيد مبارك. عيد مبارك. زيك نهله ولا نهى؟ نهله. امال مين اللي هناك دي؟ ايه. انت ايه؟ ايه ماما دودو. ماما دودو؟ ما دودو؟ ومين بوبو؟ انت مين انت اللي كنت عندي؟ خالد اللي هو كان شغال معايا. انت ابو خمسه اديت له 35 جنيه ولا؟ 50 جنيه. 50 جنيه؟ اه. وين اللي انت مربيه فوق ده؟ صح. انا عايز بيضتين. مش في حمام فوق؟ مش في حمام فوق؟ مش عارف. مش شايفش مش شايفش معاك. ما بيتكلمش انجليزي؟ لا بيتكلم عربي برضه كويس. بيتكلم عربي؟ طب انا هخش اعمل العيال كلهم خرج. لا لا ما هو انت جيت متاخر. بس في جامعه ثالثه. لا انا ثالثه وثلاثه دلوقتي. هو في سنترال موسك فيه في صلاه؟ ما صليت اه. طب كويس. اه صليت. قلت لي سنترال موسك مش هيصلي. لا 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 صليت 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 ان شاء الله. يلا خلاص ماشي دكتور. مين صلاح جوه؟ صلاح جوه لسه.
طب نسلم عليهم ونمشي ان شاء الله. يلا يلا السلام عليكم. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. يا زول يا زول يا زول عايزين ناكل على ديب. حلو مر حلو مر. السلام عليكم وعليكم بخير. حلو مر حلو مر. الاسلاميه كلها بخير. حلو مر. امين امين. يا الله بسم الله ما شاء الله عيد مبارك. انت من عندنا احنا بقى عليكم جميعا دي من عندنا. اه شفتي بقى شكلي مصري انا مش كده؟ ما اي كلام. شفت هي ريحه ريحه وريح. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. بسم الله. Where are you from, باكستان ولا افغانستان؟ باكستان. Not افغانستان. You look افغاني. زندباد زندباد. ها I'm from Pakistan. I can't be, huh? I can't be. I'm Egyptian. ازيك يا ماما؟ وانت بصحة صحة، مش أنا اللي هخطب دلوقتي؟ أتجوز يعني. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. لا الله. عيد مبارك. ده المجموعة الرابعة في البارك زي ما انتم شايفين الناس قاعدة بتصلي وطبعا الأخوات قاعدين في الخلف والإخوة في الأمام وفي بقى هنا مصريين ليبيين إنجليز باكستانيين هنود. شايفة التسريحات السودانية دي الحلوة؟ خدوا بالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. آمين آمين آمين. عيد مبارك عيد مبارك. اللهم آمين. This is the third prayer here. Third prayer. Third prayer. دي الصلاة الثالثة موجودة هنا بيصلوا فيها. صلوا الساعة 8 و9 و10 الحمد لله. اللهم آمين. Brothers and sisters, on behalf of the South Birmingham Muslim Community Association, we welcome you all to Salat al-Eid today, alhamdulillah. We're very blessed and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for facilitating this prayer, our Salat al-Eid. This is the third Ameen. Prayer, mashallah, tabarakallah. And we've been overwhelmed with the amount of people joining us, alhamdulillah. We thank Allah subhanahu wa ta'ala and we welcome you all. The South Birmingham Muslim Community Association has been established here locally to facilitate for the community. We are here to serve the community, inshallah, to provide a place of prayer, to provide a community center, to provide activities, to provide, inshallah, Salat al-Jum'ah, to provide tuition, Quran, many other services for the community. If you're not part of our community WhatsApp group, please join us, inshallah, when you are departing. We also, inshallah, we ask for your dua. We are trying, inshallah, to locate a location locally here in order to establish a permanent facility for this community. We've seen today the numbers that have come. We've seen that unfortunately in this area there is currently no established place for us, not only a masjid but to have a community center. So we ask for your dua. We also ask inshallah that you support this endeavor. So we are raising funds today and going to be raising funds inshallah in order to establish a facility. We hope to have good news to share with you very soon. That we will have a permanent location. We ask your dua for this. Allahumma ameen. Brothers and sisters, the Salat al-Eid will begin soon. Of course, in the Salat al-Eid, we do the prayer followed by the khutbah. We ask you, please, once the khatib after the prayer has finished, starts the khutbah to remain seated and to listen, inshallah, to take the reward of the full Eid prayer. After the khutbah has finished, we invite you all in the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to have something to eat and something to drink, inshallah. There is enough for everybody. And you're welcome then to stay after this, inshallah, to relax with your families, to have some photos, to say salam to each other, and to enjoy the, inshallah, occasion. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and reward you all.
We ask Allah subhanahu wa ta'ala to continue to bring us together for His sake and His sake alone, inshallah. You're almost welcome. As we mentioned, inshallah, we're trying to establish a community center and masjid in this area. We ask your dua and we ask your support, inshallah, for this. We are raising funds, so when you're departing, give, inshallah. If you're not part of our community WhatsApp group, please join it so you can receive all of the information. We're waiting for the last few to come through. Inshallah, we'll continue the takbirat for another 2 or 3 minutes. Then we will begin the third Salat al-Eid for today, inshallah. Barakallahu feekum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. عليكم السلام. ها عليكم السلام. الحمد لله. عليكم السلام. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.